السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم جديد وجولة جديدة. جولتنا النهارده هتكون عند ابو الفدا، بس جولة مختلفة تماما. النهارده الجولة هتكون عن التمور، كل انواع التمور اللي تتخيلوها، السعودي والمصري، الحاجات العالية جدا جدا، تمور بالشوكولاتة وتمور كمان بالفستق، وهنشوف كل انواع العسل معانا، العسل كمان الجبلي كل انواعه، له انواع كتير جدا، وعسل النحل بانواعه كلها، وهنشوف كل انواع الزيوت العطرية باسعارها. عندهم كمان الحجامة، مية زمزم، وكمان زيت الزيتون، خل تفاح، حاجات كتير جدا. فجأة النهارده المصحف ده مصحف قارئ، معلم الكتروني، ونبدأ الجولة على بركة موجود الله. معانا ايه الاول؟ في طيب، موجود عندك قسم العسل متقسم الى 3، في حضرتك التمور، في التمور، في حضرتك العسل، في العسل، في الزيوت. وفي كمان الزيوت. الزيوت طبعا هنشوف كل حاجة ان شاء الله معاكم دلوقتي. تورينا بعض المنتجات الموجودة، فوائدها، اسعارها. في حضرتك موجود عندنا تمر نبتة علي، نبتة علي ده 800 جرام عامل 65، عامل ده 65 سعودي. طب لحظة، ده تمر سعودي، ده سعودي. طبعا زي ما الاستاذ احمد قال ان احنا عندنا قسم المكتبه ده بيتقسم لثلاث اقسام، في قسم التمور وقسم العسل وقسم قسم الزيوت الزيوت. والاعشاب. تمام. عندنا التمور في منها السعودي وفي منها المصري. في عندنا برضو التمور السعودي دي في منها انواع كتير، في منها تمر سكري، في منها نبتة علي، في حاجه اسمها تمر سقعي، في اللي هو رشوديه، في البرحي، في حاجة برضو تاني اسمها سكري مفتل، يعني برضو عندنا سكري حاجة زي كده. برضو دي حاجة اسمه سكري مفتل، سكري مفتل. مفتل، دي بتبقى التمرة بتاعته زفة شوية، ده الكيلو بتاعه بيعمل 85، ده 85 برضو جنيه ده برضو. الكيلو، الكيلو بتاعه بيعمل 85 جنيه. تمام. في عندنا برضو حاجة اسمها نبتة علي، برضو دي حاجة سعودي، يعني الناس برضو اللي هي بتجيب الحاجات دي عارفاها كويس. أيوة كده. يعني تمام. دي حاجة برضو، حاجة اسمها نبتة علي، تمرة ما شاء الله، تمرة جميلة جدا كمان، وبتبقى بتتعمل مع اللبن برضو، بيبقى ليها طعم جميل جدا. الكيلو بتاعها عامل كام؟ ده الكيلو بتاعها بيعمل 55 جنيه. 55 جنيه، يعني سعر تقريبا اقل من الحاجات سعر دي سعودي. السعودية. دي حاجات سعودي، دي سعودي طبعا. الحاجات دي كلها العجوة خاصة بشركة الطحان، الطحان يعني المستورد الرئيسي بتاعها اللي هو شركة الطحان. تمام. طبعا في حاجة برضو عجوة المدينة، دي حاجة بقى يعني دي يعتبر اعلى تمره موجوده، اعلى تمره موجوده عجوه المدينه. في منها العبوه اللي هي الكيلو، وفي منها عبوه اللي هي الصغيره دي اللي هي 350 جرام، اقل من نص شويه. دي بقى عجوه المدينه دي معروفه قوي هناك في السعوديه، ناس بتجيبها من السعوديه. كل التمور والعجوه دي اللي بنشوفها جدا. سعودي. دي سعودي، يعني كلها سعودي. انا عرضته لحضرتك دلوقتي، ده كله سعودي. تمام. دي مثلا العبوه دي 350 جرام، دي بتعمل 100 جنيه دي عامله 100 جنيه 350 جنيه. جرام. تمام. في منها الكيلو، يعني اللي هو ده كده، ده الكيلو بتاعها ده بيعمل 260، يعني اوفر من العلبه كمان. ده عامل 260 جنيه. تمام. طبعا في حاجه بقى اللي هي نبته علي، ده برضو حاجه سعودي، دي علبه مثلا عبوه 800 جرام بتعمل 65 جنيه، يعني التمره بتاعتها جنيه. بالشكل ده كده. دي حوالي كيلو الا ربع عامله 60 جنيه. برضو التمره بتاعتها مميزه جدا، يعني بص التمرة ما شاء الله، يعني حاجة حلوة قوي. طبعا الناس اللي بتجيب التمور السعودي اكيد من شكلها طبعا عارفاها، يعني مش منتظرة ان هي واسماء التمور دي معروفة جدا. التمور دي مريض السكر، نسبة في السكر فيها قليلة قليلة، السكر حاجة كويسة برضه معروفة. تمام. دي طبعا التمر السكري، ده السكري. في منها برضو اللي هو الناشف، وفي منها الطري برضو. دي جميله قوي. في حاجه اللي هي الرطب بقى بتاعها، دي برضو جميله جدا. دي تمر، دي عامله كام؟ طيب دي بتعمل 75، دي 800 75. بصي بقى، ده الرطب اللي بيبقى في الثلاجه، ده الرطب. دي اللي هي الرطب اللي دي طبعا بتبقى محفوظه في الثلاجه، تبقى بقى جميله قوي. رطب جميله قوي يعني. نفس السعر ولا ايه؟ لا دي بتعمل 75. 75 في الكيلو. في الكيلو بتاعها. كيلو 75. في منها 3 كيلو، ومنها اللي هي نص كيلو فيها. في نص وفي 3. تمام. يعني دي العبوه 3 كيلو. دي الكبيرة دي. دي اوفر طبعا، دي بتعمل 200 جنيه. 200 جنيه 3 كيلو. طب اوفر بكتير برضه. دي في منها درجات، بس دي يعتبر رطب. تمام. نزع مصري. في برضه بقى التشكيلة المصري. التشكيلة طب احنا شايفين تمر في العلب ده. ده اللي هو المصري. ده المصري. المصري برضه في منه يعني زي ما انت عايزة، في مثلا حاجة بالكاجو. بالكاجو. ده تمر بالكاجو. بالسراب بقى. دي حاجات استيراد. دي مصري ولا استيراد؟ لا ده مصري. مصري بس. بس حاجات بقى بالكاجو. حلوة قوي. دي حاجة باللوز. وباللوز. العلبة عاملة كام طيب؟ دي مثلا بتعمل 36 جنيه. 36 400 جرام. دي 43 جنيه. دي 43 جنيه. كويسة جدا برضو. طبعا في زي ما انت شفت دي الشوكولاتات. يعني في حاجة زي ده كده. دي تمر بالشوكولاتة. تمر بالشوكولاتة. دي عبوة مثلا 200 جرام بتعمل 21 جنيه. 21 جنيه. في دي بالشوكولاتة وباللوز. شوكولاتة ولوز. معذرة، هي الأولى دي
باللوز بس. دي لوز بس. اه الثانيه دي دي بالشوكولاته واللوز برضو نفس السعر ولا 25 جنيه 25. اه دي برضو بالشوكولاته والكراميل اللي هو ده دي بتعمل 25 جنيه 25. دي برضو شوكولاته واللوز. الحاجات دي انتم متميزين بيها قوي طبعا. يعني ما شفتهاش في اي مكان تاني. لا دي دي حاجه معروفه زي ما بقول لحضرتك دي خاصه وتمر لوز وتمر لوز وشوكولاته والحاجات دي كلها. في منها باكيتات برضو باسعار يعني حاجات برضو صغيره 13 جنيه في حاجه 13 جنيه 14 جنيه شوكولاته بالتمر اكياس صغيره كده بيبقى فيها حوالي 8 تمرات مغلفه برضو يعني العبوه نفسها او التمره من جوه بتبقى مغلفه بالشكل ده كده. في حاجه زي كده برضو اللي هي الهدايا يعني مثلا زي دي كده بالشكل ده دي بتبقى مغلفه كده بتبقى مغلفه زي الشوكولاتايه كده في بقى احجام العلبه دي طيب عامله كام يعني العلبه دي مثلا 350 جرام بتعمل 34 جنيه 34 جنيه حلوه يعني جدا برضو دي اوفر مجموعه تمور كتير جدا بحشوات وباشكال و... دي حاجه مثلا بالسمسم السوداني دي بالسمسم السوداني حلوه جدا دي 25. في حاجه برضو عجوه المدينه اللي هي العجوه المفرومه المفرومه برضو موجوده دي برضو جميله جدا دي بقى بتستخدم مثلا في الحشوات عامله كام بقى دي مثلا دي بتعمل 55 جنيه 55 جنيه دي حوالي ايه دي تمر سعودي مش دي سعودي كيلو. دي كيلو 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 55 مش زي التمر المصري لا لا السعودي ده تمر تمر مش بلح مهروس ومعمول تمر لا 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 ده تمر اصلا طبعا في الساده بقى في عبوات مختلفه في 3 كيلو في عبوه كيلو في عبوه 700 جرام العادي الساده ده يعمل كام يعني في العبوه اللي هي 700 جرام دي بتعمل 26 جنيه 26 في عبوه مثلا اللي هي الكيلو دي طحان طحان معروفه جدا دي بتعمل 37 جنيه 37 ده العادي اللي احنا اصلا في عبوه مثلا 2 كيلو و200 جرام او 150 جرام بتعمل 75 جنيه 75 جنيه تمام موجوده طبعا في معلش تمر كتير جدا هنشوف برده معاكم يعني في هي بقى صوره الثلاجه بصوا دي برده ثلاجه طبعا طبعا خاصه بالطحان بينزلها عشان في الحاجات دي بتتحفظ فيها لازم تتحفظ في درجه الحراره يعني واطي درجه دي عبوه نص كيلو اللي احنا اتكلمنا عليها شويه دي بتعمل 48 جنيه 48 في حاجه اللي هو المضغوط ده في منه ثلاث انواع في حاجه تمر اسمها بيرني اللي هو الفاكيوم ده دي بتعمل 48 دي 48 في اللي هو السكري برضو ده سكري ده فاكيوم برضو مضغوط ده بيعمل 52 52 في حاجه برضو ثانيه برحي برح سعودي برضو زي كده دي بتعمل 40 جنيه 40 جنيه يعني ده ثلاث انواع منه ثلاث انواع من التمور دي طبعا الحاجات دي مش شرط ان هي ممكن تبقى محفوظه في الثلاجه لكن اهم حاجه اللي هو الرطب ده في منه بقى زي ما احنا شفنا اللي هو الثلاثة كيلو وفي منه الكيلو في منه اللي هو النص كيلو تمام كده التمور احنا خدنا عنها فكره هنشوف على العسل ناخد فكره عن العسل برضو ماشي في موجود عندنا برضو هنا العسل البردقوش ده البردقوش ده يعني عسل ده الحساد الصدر بتاع في علم الكبد في عندنا برضو عسل الموالح ده عسل الموالح في اللي هو الكيلو منه واللي هو النص ده اللي احنا شفناه فوق ده عسل الموالح ده البردقوش للجهاز العصبي وضغط الدم والحاجات دي تمام انت عندك في العسل في زهور كتير يعني في زهره برسيم في زهره موالح في زهره بردقوش في زهره بركه في زهره موز كل ست انواع كل حاجه دي اللي هي الفايده بتاعتها بتيجي من الفايده من الفاكهه او من الزهره اللي هي متغذيه عليها تمام يعني الموالح ده كويس في يعني حالات البرد والانفلونزا ده كويس اللي هو الاول ده الغني بفيتامين سي كمان كويس جدا في برضو اللي هو البرسيم ده كويس بيحفظ نسبة السكر في الدم ده كويس برضو المرضى السكر المرضى السكر ياخدوه عادي اللي هو ده ده الكيلو طيب عامل كام ده؟ ده الكيلو ب 65 ب 65 ده اللي هو عسل الموز ده عسل اللي هو البرسيم البرسيم عسل البرسيم تمام ده اللي ينفع بقى لمرضى السكر والناس دي وبرده الجبلي برده ده في مرضى السكر ده حاجه اللي هو الجبلي ده ده برده فوائد ممكن برده بصوا عشان اقرب لكم بس تشوفوا الفوائد ده اللي هو الاول واحد البردقوش ده ده فوائد دي الفوائد بتاعته برده لمهد الاعصاب قرح الجهاز الهضمي وبينظم كمان افرازات ايه العصاره والحموضه بالمعده تمام ده اللي هو ده الكيلو بتاعه بكام بقى ده الكيلو ده كله 70 70 والتاني اللي هو ده عسل الموالح بتاع فيتامين سي بقى اللي هو ده فيتامين سي بقى البرد والانفلونزا والجهاز العصبي والضغط الدم ده وده اللي هو عسل الصدر احنا اغلب الناس فكرها عن العسل هو عسل لا احنا مش عارفين ان هو اقسام وعسل كل حاجه نوع وده وده المرضى ايه وده الايه لا هم لما يجوا يجربوا العسل بتاعنا هيعرفوا ان العسل بتاعنا يعني حاجه جوده يعني كل نوع متخصص في علاج حاجه معينه وينفع لحاجه معينه مش كل العسل زي بعضه فاضل معانا بقى ايه تاني عسل المكسرات بقى اللي هو ايوه كده ايه الجمل ده فيه بالمكسرات ده سعره بقى عين جمل ولوز وكاجو
ده كل ده كيلو. ده كيلو ده 110 ده كيلو 110 يعني حاجه في كميه مكسرات يعني اصلا هي المكسرات اللي فيه اغلى من 110 اصلا والعسل بيبقى طعمه تحفه والناس اللي حلوه وفي عبوات منه صغيره كمان منه عبوات صغيره صغيره عامله كامل عبوات صغيره ب 50 حلوه جدا حلو قوي يعني خالص ده كويس برضه تنشيط الذاكره لكبار السن وصغار السن تنشيط الذاكره والله صغار السن كمان الذاكره رايحه هو كمان كويس للرياضيين هو كبنيان برضه تمام والعسل الجبلي برضه طبعا دي حاجه بقى دي يعني مش اغلب الناس ما تعرفش العسل الجبلي لا يعني الجبلي ده في طبعا اعلى حاجه في الجبلي اللي هو اليمني اليمني ده اعلى حاجه تحت اللي هو ده هنا برضه ده اعلى حاجه بتنزل في العسل الجبلي طبعا بيبقى لونه غامق الناس متعوده على العسل ان هو فاتح اللي هو السكري ده الجبلي بقى لكن طبعا العسل يعني زي حبه البركه والسدر والكلام ده الحاجات دي بتبقى غامقه يعني تمام. العسل اليمني ده يعتبر اعلى حاجه ده الكيلو بتاعه بيعمل 865 جنيه 865 بس دي حاجه بقى تمام. ايه مش في منه حاجه ثانيه برده يمني برده حضرمي هو ده حضرمي وده حضرمي ده تقيل جدا هو مثلا اللي هيجربه بيعمل كام بيعمل 1225 ده 1225 كيلو 1225 وده كام 800 كام 825 825 عشان الناس تعرف ان هو اصلي يعني مش ده اصلي فطبعا العسل ده برضه كويس بيفيد في بعض علاجات زي الفيروسات والحاجات الامراض الكبديه والكلام ده بعض ربنا يبعد عننا يعني للناس يعني وهو كمقوي او هو اصلا كويس جدا قوه قوه طبيعي في منه صغيره بقى وفي منه وايه كشميري طبعا في حاجه كشميري. برضو عسل اليمني برضو عشان نكمل في منه النص طب اليمني في العبوه النص وفي منه برضو العبوه الربع يعني الاحجام بتاعته موجوده بس طبعا كل ما بتبقى العبوه اكبر كل ما بيبقى اوفر 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 بتصير للعميل في بقى الكشميري اللي هو مستوى الكشميري ده ايه في طيب. حاجه كشميري وفي السعودي يعني احنا كشميري. عندنا مثلا الكشميري ده برضو ده عسل كشميري من كشمير ده النص كيلو كشمير بيعمل من الهند بيعمل 320 جنيه الكيلو نص كيلو 320 ده هندي في طبعا العسل السعودي ده السعودي جبلي برضو ده جبلي سعودي جبلي سعودي ده بيعمل برضو نفس السعر 320 جنيه 320 جنيه في منه العبوات برضو نص وفي في نص وربع وفي كيلو وفي كيلو في مصري وطبعا في الجبل المصري هو ده مصري ومصري في منه كيلو في منه نص في منه ربع ده اللي هو المصري ده طبعا بيجي برضو ايه من الجبال في الصعيد مثلا في سينا في الحتت دي ده الكيلو بتاعه بيعمل 195 جنيه فرق شاسع قوي ما هو بقى 195 طبعا ده مستورد في الدنيا الفكره بس في العسل ان هو اليمني ده بتكون النحل اتغذى بنسبه 100% على اعشاب جبليه ما نزلش اي زراعه فده اللي هو بيبقى اعلى عسل يعني اللي هو تغذيته كلها في الجبل كلها جبلي جبلي مفيش فطبعا ده المصري برضو في منه الكيلو زي ما قلنا في 195 فرق شاسع بين 100 وبين 1200 وشويه احنا فرق كتير قوي 4 5 اسعار واللي عايز اللي حابب بس احنا بنقول لكم ان في جبلي مصري وفي لحد الجبل اليمني طبعا موجود. في بقى كل الاحجام زي ما قلنا في الكيلو في النص وفي الربع في كيلو ونص وربع انا كنت عايز اعرف دي ايه دي بصله صلاه بصله سلطه دي بصله طبعا بتستخدم بقى ايه تحديد بس شفتها فحبيت اعرف ايه دي طبعا ليها بتتظبط وبتحدد القبله مثلا حسب الايه دي بتبيعها برده هنا عامله كام دي بتعمل 10 جنيه طب ده مفيش خالص يعني مش سعر لا طبعا في حاجه كويسه جدا برده شمع العسل عشان ما ننساهوش ده شمع العسل ده شمع العسل حاجه زي كده حلو قوي يعني برده شمع العسل ده حاجه حاجه شمع صافي حلو جدا ده الكيلو بتاعه بيعمل 120 جنيه الكيلو 120 جنيه كيلو شمع كيلو شمع بس شمع. 120 عبوه ثانيه يعني برضو بتعمل 55 جنيه بتبقى اصغر شويه شمع وتدين ايه عسل زي كده عسل على شمع حلو جدا عسل على شمع شكلها برضو باين معانا دي عسل على شمع التانية كانت شمع بس تمام هنشوف الزيوت بقى احنا اديناكم فكره عن برضو العسل الموجود موجود كل انواع العسل كل انواع جبلي وكله كله موجود تمام طبعا بنضيف برضو ان احنا متوفر عندنا غذاء الملكات غذاء الملكات دي تمام 5 جرام بتعمل 40 جنيه ال 5 جرام ب 40 جنيه وطبعا كله مشتقات بقى فيه اللي هو البربوليس معلش ممكن برضو هنا في اللي هو الحاجات دي اضافات عسل بتضاف على العسل بتعمل بقى الناس عارفاها دي عبوه حبوب اللقاح دي بتضاف على العسل في مثلا حاجه اللي هو الجنس الانجاب بقى والحاجات دي بحري اللي هي ضعف الانجاب والحاجات دي طالع نخل بتندفع على العسل دي كلها. على الجبل بيتهيألي على الجبل وعلى المصري تمام يعني دي برده كل الحاجات دي موجوده والناس بتجربها وعارفه ان الحاجه دي كويسه جدا ولو سالوا يعرفوا ان الحاجه دي واسعارها برده كويسه يعني حبوب اللقاح دي مثلا دي بتعمل 20 جنيه يعني الصاره كويسه انا مش غاليه لا
مثلا تعمل 23 يعني كلها متناول الجميع الكويس. طب الزيوت بقى؟ الزيوت ما دخلناش على الزيوت. في موجود برضو عندنا انا برضو الزيوت اللي هي زيت عرق العسل، في زيت الزنجبيل، في البابونج، في الزعتر، في الحلبه، في زيت السود، في الخزام اللافندر، في عندنا برضو زيت حبه البركه. كل الزيوت الطبيعيه موجوده. موجود عندنا. واسعار عامله ايه؟ في حاجه مثلا زي زيت الحلبه عامله 9 جنيه. طب نشوف العلبه. معلش بصوا العلبه دي عامله 9 جنيه. دي 30 ملي. دي 30 ملي. دي زيت حلبه. الزيوت الطبيعيه كلها موجوده هنا. بتبقى في حاجات مثلا هم بيحتاجوها الحاجات دي حلوه قوي، تبقى كويسه للبشره. زيوت الكابتن في ناس بيستخدموها للبشره وللشعر والحاجات دي. كل الزيوت الطبيعيه موجوده هنا. طبعا زيت حبه البركه ده اساسي. هنا هنا منتج طبيعي. هنا زيت حبه البركه ده ليه استخدامات جميله جدا. يعني طبعا كويس جدا يعني. وسعر العبوه كام؟ دي في احجام يعني مثلا اصغر حجم مثلا اللي هو ده كده، ده اللي هو 30 ملي، ده بيعمل 15 جنيه. مش غالي برضو يعني. اسعار الزيوت هنا مش غاليه. لا مش غاليه خالص يعني اسعارها. وعلى خامتها كويسه. طبعا شركه الكابتن معروفه. يعني مش محتاجه ان احنا نعرفها يعني، معروفه جدا يعني. في الزيوت تمام. حلو قوي. حجمها كويس برضو. سعرها كويس مش غاليه. في منه 3 احجام برضو انا شايفه. لا ده في احجام كتير جداً. يعني في منه لحد عبوه كيلو، وعبوه لحد كيلو. زي برضو ما تمام نكمل. في موجود برضو عندنا برضو الزيوت، برضو الزيوت اللي هي استخدم للشعر، في جنين القمح، الجوجوبا، اللوز الحلو، جوز الهند، الجرجير، الخز، دي الزيوت كلها برضو استخدم برضو في الشعر، للشعر مفيده جدا للشعر. تمام. في تحت بقيه التمور بقى اللي احنا عرضناه هناك، الحجامه بقى برضه اللي هي الحجامه ما شفناهاش. الحجامه الاسلاميه دي يعني تقريبا ناس كتير ما تعرفهاش. حلوه جدا. دي الحجامه اللي هي العبوه الصغيره دي، من كل كاس في موجود منها عبوه. الكبيره بقى من كل كاس في عبوتين. عبوتين من الكاسات. من كل كاس في 2. دي سعرها كام ودي كام؟ هي الكبيره عامله 32 والصغيره عامله 20. دي عامله 20 جنيه. والكبيره 32 جنيه. اسعارها برده كويسه جدا. والسبح الاسلاميه موجوده. كل حاجه موجوده شايفاها. السبح اهي عامله. وفي موجود برده جنيه مخصصه برده. دي الحجامه بقى الكاسات. ممكن تتباع دي لوحدها ودي لوحدها عندكم. تمام. ده الكيس لوحده عامل 15، دي فيه 10. كويس جدا. جميع المقاسات من مقاس 1 لمقاس 6. تمام. في المكبس الصغير، في الشفاط بقى، في الكبير وفي الصغير برضو. عامل كام الصغير؟ الصغير ب8 والكبير عامل 15. اسعار برضو كويسه جدا جدا بجد. والسواك موجود. والسبحه موجوده. السبحه عامله كام طيب؟ هي السبحه دي عامله 6، دي اللي هي العاديه اللي هي الستة. تمام حلوه قوي. دي اللي هي اللوكس. تمام. دي عامله كام؟ دي عامله 20. 20 حلوه قوي. دي 6 ودي 20. حلوه جدا. تمام. وفي السواك وفي كل حاجه. كل حاجه تخص كل حاجه هنا جدا. دي ميه زمزم بقى. ميه زمزم كمان موجوده. طبعا. لا ده بدور عليها بقى. يعني ميه زمزم بيدوروا عليها موجوده. علاج التصرف علاجات وحاجات. حلوه قوي. تمام. يعني اللي يروح حج وعمره مش محتاج يجيب اي حاجه، حتى ميه زمزم موجوده هنا. ومتعبيه لكم كمان. العبوه كام؟ العبوه 250 جرام. عامله كام؟ 40 جنيه. ميه زمزم دي ميه اصليه. ميه زمزم اصليه. حلوه جدا. هي اصلا من شركه هناك في السعوديه. بصوا في كميات من شركه في السعوديه. تمام. في حاجه ثانيه في العطور والزيوت. فينا زيت زيتون. زيت زيتون. ما صورناش الزيوت. حلو قوي. عامل كام الزيتون ده؟ اللتر ده بكري وارد من مرسى مطروح. ده اقل من 1%. مصروع على البارد. تمام. اللتر منه عامل 120. 120 اللتر. تمام. في شايفه منه عبوات صغيره برضو اللي مش عايز اللتر برضو. في اللي هو النص منه عامل 68، في الربع عامل 40. 40 كيلو ده عامل 22.5. 22.5. حلو جدا برضو. ده بقى ودبس الرمان وخل التفاح. ده برضو طعمه شراب. ده حاجه بتخش برضو في التخسيس. ميه ورد. حلو قوي. تمام. في ماء ورد. في ميه الورد. ده ورد طبيعي. طبيعي عشان في ناس بيحطوا ريحه ميه الورد على ميه دي ميه الطبيعي واللي هو العادي. طب الطبيعي ده عامله كام؟ ده عامله 12. 12. وده الصناعي عامل 10. 10. طب ايه؟ لا ناخد الطبيعي طبعا. 12 ايه؟ 2 جنيه. حلو قوي. في حاجه اللي هو بلسم برضو البواسير والشرف. ده كويس. دي للبواسير برضو بلسم. ده هام صباح المساء. عامل كام ده؟
الدهان ده عامل 12 12 جنيه. كل حاجه ما شاء الله موجوده هنا. في كروم السائد برضو، ده لاضعاف الشعر الزايد عند السيدات. لاضعاف الشعر برضو موجود. كريمات عامل كام ده؟ قولنا على السعر عشان ما يقعدوش يسالوني انا. 26 26 انا بقول لكم على الاسعار. في كمان دهان الباكستاني، ده للروماتيزم ولا من العظام. ده باكستاني حلو قوي. عامل كام ده؟ ده عامل 35 35 ده من العظام بقى ولا من حلو جدا باكستاني. باكستاني حاجات مستورده بالاسعار دي حلوه قوي. ده دهان الحنظل، ده هو عامل ده الكابتن اللي انت قلت شركته كويسه قوي. ده 18 جنيه 18 حلو جدا. في برضه منه برضه صغيره عامل 12. الصغيره عامله 12 تمام. في مين في حاجه تانية هنا في المكان ما عرضناهاش؟ اللي هي بلانت الكابتن، ده بالحبه السوداء، ده برضو عامل عظام. ده دهان الحبه السوداء ده للعظام برضو، ده عامل 15.5 تمام. وده اللي هو دهن النعام، ده عامل 21 21. كل ده للعظام؟ ده للعظام. كل ده للعظام حلو قوي. ده بتاع كريم اللي هو ده كريم لامور نخاع انثى الجمل ودهن النعام. نخاع انثى الجمل ده بيتباع غالي جدا على النت. عندنا بكام بقى؟ ده استخداماته ليه؟ ده للشعر. للشعر كريم فرد الشعر. عامل كام؟ ده عامل 25. حلو جدا. ده مغذي، مغذي للشعر. حلو جدا تمام. تعالى بقى الحاجات دي بسرعه. دي طبعا مشروبات عشان مشروبات يعني الشوفان، قش الرمان، حاجات كويسه للتخسيس. البردقوش برده ليه فوائد برده. في الاسعار عامله كام؟ طيب الحاجات دي كلها 7 جنيه، في حاجات مثلا 8 جنيه، في حاجات 7 و8 يعني و10 يعني في الاسعار دي يعني الرينج ده. اسعار كلها غير يعني 8 جنيه مثلا 7 جنيه اسعار رخيصه خالص. في طبعا المشروب السنه السنوت، الشاي ريزين برده ده موجود. في حاجه برده اللي هي التلبينه دي كويسه جدا. التلبينة. دي حاجه مغذيه كويسه جدا للاطفال والكبار كحاجه مكمل غذائي برده. مكمل غذائي معروفه جدا وكويسه جدا للاطفال. البوادي تلبينه اسمها البوادي، هي مشروب شعير يعني معروف تمام. يعني طبعا في حب الرشاد، كل دي اعشاب، كل دي اعشاب موجوده هنا. مرمريه، المرمريه والزنجبيل بالليمون وكل حاجه موجوده كلها من 7 ل 10 في الحدود دي. الاسعار كويسه جدا. المصاحف برضو ناخدها معانا في الفيديو ده. المصاحف بصوا هنا ما شاء الله اللهم بارك، كميه مصاحف حلوه جدا. اللي هو الواضح التجويد. الواضح التجويد بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. حلو ده عشان الالوان بتاعت كل حرف لها ليه لون. كل يعني بالتجويد. حكم في التجويد. حكم التجويد. تجويد حلو جدا. عامل كام ده؟ وهبته 97 97 جنيه الوهبه بتاعته. حلو جدا. مش لازم كله، ناخد حاجه بقى. اختار كذا حاجه كده تكون مختصر في التفسير برضه. المختصر في التفسير ده وهبته 84. وهبته 84 عشان التفسير بيبقى جنبه على طول. دي حاجه كويسه جدا. حلو قوي. دي بقى الحاجات الصغيره. في كمان في مجموعه كبيره انتم ما تيجوا ان شاء الله تشوفوها. احنا بس بنديكم نبذه يعني الكبير الاحجام الكبيره في منها مجموعه كتير. في المصاحف دي، في ده المصاحف دي ده وهبته 42. وهبته 42 ده في البيت بقى في العربيه يبقى كويس جدا. 42 الصغيره صور بقى. وفي كمان المقاسات الصغيره. في مقاسات صغيره. الصغير الشنطه ده عامل كام؟ الصغنن ده اللي يتشال في الشنطه ده يتشال معانا عشان 13.5 الوهبه بتاعته. حلو جدا تمام. في منه احجام تانية برضو يعني في الحجم ده وفي احجام اكبر شويه. في الحجم ده في بقى السوسته، في اللي هو السوسته برضو. وهبته كام السوسته؟ في احجام منه برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. ده وهبته 16. ده 16 ده اللي هو السوسته تمام. ده الحجم الوسط بتاعه ده وهبته 16 تمام. في الحجم كمان الصغير اللي هي الجوامعي، وفي اللي هي برضو الناس الكبيره اللي بتبقى النظر ضعيف شويه، فده بيبقى كويس جدا ليهم. حلو قوي ده. بصوا ما شاء الله الحروف بتاعته بتبقى واضحه جدا. كلماته كبيره. وهبته 77 ده حلو جدا. بصوا الوان في منه يعني اشكال كتير جدا، والوهبه بتاعته كويسه جدا مش غاليه خالص. حلو قوي. وفي العلب اللي هي تحت، في ده برضو ده مصحف مجسم. ده مصحف مجسم اجزاء. اجزاء ده حلو قوي. ده برضو جديد. ده كل جزء لوحده. ده كل جزء لوحده. وهبته كام؟ 113. 113 وهبته 113. حلو جدا. حلو جدا ان هو مقسم اجزاء. ده حلو قوي. في كتير مصاحف وفي مكتبه ثانيه هنشوفها برضو معانا هنا. بصوا في برضو مكتبه هنا فيها الكتب اللي فيها عباره عن ايه؟ شخصيات المسلم. كتب عامه كده كتب حاجات كتب كلها برضو في الاسلام. في كلها اسلاميه. بص بقى المصحف ده جميل قوي. المصحف ده اسمه مصحف القلم المعلم. القلم المعلم الناس عارفاه ومشهور قوي على النت. تمام.
المصحف ده حاول تشغله كده عشان بسم الله الرحمن الرحيم. بصي المصحف حاجة عظيمة جدا يعني. هتشوفيه دلوقتي شغل كده. من ماشي المصحف. مشاري بن راشد العفاسي بيختار القارئ وبعد كده اخش بقى يعني القلم بيقرا معاك المصحف بيقرا كلام ممكن اختار مثلا عبد الباسط عبد الصمد مش فاهم موجود برضه معاه برضه ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول ده اول مره اشوف المصحف ده بجد حاجه حلوه جدا جدا مثلا تفسير الجلالين فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق بالشرك يا ايها الناس انما بغيكم ظلمكم على انفسكم. بصوا احنا كده وريناكم بس شويه ده قارئ بالقلم صح كده القلم مصحف المعلم بالقلم المصحف المعلم بالقلم المصحف بيجيب القلم ده تحطيه على ايه على بص دي اسماء القارئ التفسير كل حاجه موجوده يختار القارئ وبعد كده تختاري بقى الايه اللي هو ممكن كمان تجيب اللي بعدها تقدم ممكن ترجع ممكن توقف كل ده بالقلم بلمسه القلم وممكن كمان تفسر القران تفسيره ممكن بالانجليزيه ممكن بالفارسيه ودي اللغات كمان يعني باللغات في الحاجه ديت وحكم التجويد كل حاجه موجوده يعني تمام. ما شاء الله دي حاجه يعني حاجه حلوه قوي قوي سعره كام طيب ده سعر 1200 1200 معاه بقى الكتب دي وهبته 1200 عايز تعلم القران في البيت ممكن من خلال بس المصحف والقلم ده مش محتاج اي قارئ معاه والتفسير وكل حاجه في قلب المصحف ده وهبته 1200 تمام وجاي معاه الحاجات دي برده القاموس الناطق ده صحيح مسلم تمام القاعده النورانيه ده رقيه برضه رقيه الشرعيه الاسلاميه دي شويه حاجات جايه معاك شويه كتب برضه اسلاميه تمشي معاك وتتعلموا القران في البيت من غير اي حاجه هاند فري معاه هاند فري بتاعه بتشتغل معاه شاحن وهاند فري وكل حاجه دي كل الملحقات اللي جايه مع المصحف دي ممكن تبقى تنزلي بقى حلو قوي ده حلو جدا ده تمام المسلم كده حاجات وقايه الانسان حاجات اسرائيليه مجموعه تفسيرات بسيطه تفسير الميسر والحاجات دي وفي مثلا كتاب استمتع بحياتك الحاجات اللي هي الايه اسلاميه وحاجات كل شخصيات اسلاميه حاجات كده حلو قوي تمام بسيطه كده وفي بقى المصحف الاجزاء والحاجات دي مصحف اللي هي الاجزاء الربع جزء ربع كده اجزاء موجوده برضو كده احنا اديناكم نبذه بقى عن انواع العسل الموجوده والتمور والزيوت والمصاحف وكمان كتب مكتبة صغيرة هنا برضو كويسة جدا احنا هنا في ابو الفدا فرع الجيزة بجوار محكمة الجيزة اول ما ننزل من المترو على طول العنوان بالتفصيل هسيبه لكم اول تعليق مثبت ورقم التليفون هيظهر معاكم طول عرض الفيديو على الشاشة واشوفكم على خير في جولة جديدة ان شاء الله.